بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة جايين نتكلم معاكم عن تحفيز افراز اللبن في الرضاعة. ما نيجي نتكلم عن تحفيز افراز اللبن في الرضاعة نتكلم عن ثلاث عناصر رئيسية. هنتكلم انا كطبيب تغذية في اسطنبول بقول لكم يا جماعة بكل قوة، ما نيجي نتكلم عن تحفيز افراز اللبن في الرضاعة لازم ثلاث حاجات اساسية نتكلم فيها بشكل مباشر. اول حاجة نتكلم عن شرب المية، تاني حاجة نتكلم عن منتجات غنية بالكالسيوم، نتكلم عن الأغذية التي تحتوي على عنصر الكالسيوم، نتكلم عن مكمل غذائي لتحفيز افراز اللبن في الرضاعة. تعالوا نمسك واحدة واحدة كده. اما نيجي نتكلم عن شرب المية نتكلم عن ان 70% من الجسم بتاعنا مية، نتكلم ان 90% من الدم بتاعنا مية. اي حاجة بتحط فيها مية بتحط فيها حياة. المية ديت هي الوسيلة اللي بتنقل لنا جميع العناصر الغذائية لجميع خلايا الجسم. المية يعني تنشيط العمليات الحيوية في الجسم كله. المية يعني بنقول هي الحياة بالفعل. فالمية حتى هناك دراسات كثيرة لعلاج يعني امراض يعني تكاد تكون مستعصية من البعض، يعني بالناس اللي بتطلع على فيديوهاتنا بشكل مستمر، ان احنا استطعنا ان احنا نعالج مرض السكر من النوع الثاني فقط بالمية. ورجعوا للطريقة دي من خلال الاطلاع على الفيديوهات بتاعتنا. انا قلنا كده، قلنا الاكثار من شرب المية على الاقل 3 لتر مية يوميا، دي كده النقطة رقم واحد. تاني حاجة نتكلم عن تناول المنتجات الغنية بالكالسيوم. تناول المنتجات الغنية بالكالسيوم زي ايه؟ زي الالبان والخضروات. الخضروات بشكل عام لما نيجي نتكلم عن الخضروات نتكلم عن خضروات داكنة اللون. خضروات داكنة اللون زي ايه؟ زي الخس والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبقدونس والكابوتشا والملفوف. كل حاجات الخضروات اللي تحتوي على اللون الاخضر، الخضروات داكنة اللون او ذات اللون الاخضر نركز عليه عشان ناخد اغذية غنية بالكالسيوم. ثالث حاجة بناخد مكمل غذائي لتحفيز افراز اللبن في الرضاعة. واشهر حاجة ممكن نستعمل حاجة اسمها الهربانة كبسولات. بالنسبة للهربانة كبسولات ديت بنستعملها كبسولة 3 مرات يوميا. ده كده بشكل بسيط خالص. نلخص كل الكلام اللي احنا قلناه بشكل بسيط. قلنا شرب المية، تاني حاجة قلنا ناخد منتجات بتحتوي على الكالسيوم، ثالث حاجة قلنا ناخد حاجة تشتغل كهيربال بريبريشنز ميلك برودكشن، يعني هناخد حاجة تعملينها على تحفيز افراز اللبن في الرضاعة كمكمل غذائي موجود في الصيدلية. بس كده، وكده تكون خلصت الحلقة بتاعتنا النهاردة. لو انت حسيت ان انت استفدت مش هقولك تعمل ايه بقى، الدور يجي عليك.